جامعة الموصل، أهلا بكم في المسير شو. من رومانيا مدينة بيتشت، أهلا بكم في المسير شو. بكم في المسير شو. من كوكب الأرض بلد العراق جامعة الموصل، أهلا بكم في المسير شو. من كوكب الأرض حفلة تخرج التحليلات المرضية، أهلا وسهلا بكم في المسير المؤتمر وزير التعليم العالي، اهلا بكم في البشير شو. من زيارة بلبل الأصالة إلى جامعة تواصل كوكب الأرض، اهلا بكم في البشير شو. اسم منظمة الحاسوب من نصب الثقافة البشير شو. من كوكب الأرض ومن الجامعة التقنية الشمالية، اهلا بكم في البشير شو. وسوق سوق الليلة جمعة. من شبكة طريق السلطان من كوكب الأرض، اهلا بكم في البشير شو. من محاضرات الرياضية أستاذ حسين طيارة، اهلا بكم في البشير شو. كوكب الأرض إلى كوكب الفضاء، اهلا بكم في البشير شو. خمسة يوم خمسة. كوكب الأرض للفضاء البشير شو. من كوكب الأرض كلية النور الجامعة، اهلا بكم في البشير شو. غثة في قلبي، بنتكبل ويا وحدة هاي الغثة الكبيرة. ناس يقول لي غثة، أقول لك راح يجيك مصايب. المهم مو هذا موضوعنا. الغثة الصغيرة اللي بداخل الغثة الكبيرة لما يكون عندها خمس أخوة، وهاي القصة اللي راح أحكيها هسه مو حقيقية وما صارت بي، والشخصيات اللي راح أقولها هسه كلها من وحي الخيال. المشكلة بالموضوع هي ما قالت لي بالبداية ثلاثة من اخواتها الخمسة ملاكمين وفئة وزن ثقيل. اي حبيبي شلون اهلك؟ حبيبي اخوتي كلهم كيوت وحبابين، اخوتي عقولهم منفتحة، انا غير عبالي اوبن مايندد، ما اشتد رؤوسهم مفتوحة من النزالات. ورا ستة شهر اكتشفت بالصدفة انه واحد من عندهم طلع ملاكم بالصدفة. انا اكتشفت واحد، انا قلت هم زين عندكم واحد بالعائلة عتوي دافع عليكم اذا صار شيء. قالت لا، احنا موعدنا اثنين هم صاعدين مسيرة احتراف. ذيك اللحظة صار عندي هبوط بالسكر بصراحة، كنت مفكر بيها زواج، بس فعلا من دريت ثلاثة ملاكمين قمت افكر الغي موضوع الزواج تماما، لان تتوقع كل شيء يصير خلال مسيرة الزواج ممكن يصير وتصطدم ملاكمين. قمت ما اقدر ارضي مرتي، انا تجاوزت مرحلة الخوف من مرتي، قمت اريد ارضي خوال الجهال واتحاد الملاكمة بالبيت. وتحكي لي والله حيدر مشهور كلش باليمنى مالته، وصلاح مشهور بالهوك الخطافية. فأنا بديت أرتب مستقبلي، واللواقة صباح وحيدر وعمار على أساس قوة ضرباتهم. وعادي كأي شاب تتصل بيك الكبل مالتك في اليوم خايفة وتقول لك حبيبي أخوي اللي قفني وشاك بيه يمكن الموضوع راح ينكشف. يا أخ منهم؟ أبو اليمنى لو أبو الخطاف؟ لا حيدر؟ اي وحيدر كلش متوتر هالشهر، ثلاث نزالات خسران وضايج، بس اريد احد يبيز بي. ليش تقولي لي؟ خليني اتفاجئ. انا وحيدر نتفاهم. وصلت مرحله من الخوف ردت اروح على حيدر واقول له انا مصادق اختك حتى اقتلني اذا اخلص. اخر شيء صار بي ابتزاز الكتروني، حبيبتي حبيبي شو وقت تجي تخطبني؟ اخوتي الملاكمين يقولون شو وقت تجيب اهلك؟ أخوتي الملاكمين يريدون بيت وحدي، أخوتي الملاكمين يقولون الذهب قليل، أخوتي الملاكمين قاعدين يمي يقولون شو عندك ليه هسه قاعد بالقهوة. بعدين أنا فكرت بعلاقة الزوجية هاي مصفنت بالأخير، وصلت القناعة أنه أنا راح أتزوج وحدة مثل اللي مسوي تحالف ويا حزب عنده ذراع مسلح هو مستقل بأي لحظة يعلقوك، فقررت أروح للتكنوقراط. قصة مو حقيقية. ذكرتوني بال
تقدرون تواصلون ويانا على عناوين الموجودة جوا هنا، وتقدرون تشوفون البث مال سفينة كل يوم جمعة الساعة 9 قناة ديدي بالعربية. للأسبوع الثاني على التوالي يستمر مرصد الفضاء من سفينة ستار اكس بمراقبة ومتابعة البرامج العراقية الخفيفة واللطيفة، ولكل من يظن أن السفينة وقائدها سيتقاعسان عن الاستمرار بمراقبة البرامج الرمضانية نقول لهم خاف عبالكم أنه أنا وراء أسبوع من متابعة مسلسل مهمة راح أنفصل وأشق هدومي وأفتر وأقول مبين معارضك هواي وأنام عدت جوا جسر المشاة بالعلاوي. كلا، أقول لهم ممكن ويا العيد تتحقق أمانيكم، وأنا أعتذر لازم أشوف مسلسل مهمة بصراحة. بس قبل لا أبدي أسوق أريد أبلغكم خبر محزن. ببالغ الحزن والأسى تنعى سفينة ستار أكس لصاحبها الرئيس أحمد البشير، نقيب الشرطة المتهور، نقيب أحمد المغدور، مغدور الراديتر وبطل مسلسل مهمة، واللي ضحى بحياته وحنجرة صوته من أجل إمتاعنا وإيصال الرسائل الهادفة. وعدنا الفيديو الحصري للحظة غدر السيد النقيب اللي طلع بملابس المدنية للبصرة حتى يلقى القبض على المجرمين، ولحقته دراجة من بغداد للبصرة بجلكانة بالخمسة، واغتالوه بدم بارد وسيارة حامية وبوشاية داخلية من الخائن مفوض علاء المتعاون مع قوى الشر والظلام. والآن مع التقرير. يشهد العراق تنوعاً في طرق الموت إثر انعدام الحياة الكريمة والدولة التي تحفظ حياة الناس، لكن أبرز طرق الموت هو محاولة الاصطدام بالكتل الكونكريتية التي تتمثل بعصابات منظمة تمارس شتى أنواع الإجرام من قتل واختطاف وفساد وتجارة بالبشر والمخدرات. ومن يحاول أن يتقرب من هذه العصابات المتنفذة سيلقى ذات المصير الذي لقيه العديد من الذين حاولوا أن يقولوا إن القانون ليس غائبا تماما. مبين معارفك هواي، بس لو أنا لو أنتم وراكم وراكم والزمن كفيل مفضل. نعم سيدي. خذ الخانم كمل إجراءاته واطلق صراحة. كما حدث مع الضابط أحمد جار الله كرم، والضابط الذي حاول أن يوقف قوى الظلام ويكشف إجرامها أوقفته الرصاصات قبل أن ينهي المهمة في جعل المجرمين خلف القضبان. سيدي. أهلا نقيب أحمد. تم القبض على المجرم ناطق، وأنا راح أروح للبصرة بسيارتي المدنية وملابسي المدنية أجيب وأجي. بطل. الضابط أحمد الذي أراد أن يثبت إمكانية وجود ضباط شرفاء يريدون أن يقولوا إن البلاد ليست محكومة بقانون الغاب، لم تمهله الرصاصات أن يثبت ذلك إذ قتل وظلت دماؤه ترسم أسئلة في الفضاء حول العصابات المنظمة في العراق. سيدي أخذت هذا الاتجاه حتى خلصك من الزحامات الدولي ونوصل بأسرع وقت إن شاء الله 3-4 ساعة بالزايد. فوض علاء، هاي شبيك وقفت؟ سيدي، السيارة حمت ولازم أنزل أباقتها. علاء، هسا هاي وقتها؟ سيدي، هسا تعليش مش ينج 10 دقائق بالزايد بس ننزل أباقتها نص ساعة وصلنا البصرة، ما ضل شي سيدي. سيدي بعد نمو سيدي، ما بعتك سيدي. سيدي ايه احشينا شو احشي سيدي؟ احشي اللي صار سيدي. السيارة مالتنا حمت ونزلنا بردناها وما حسنا كلها صار الحادث. السيارة حمت وبردتها. اسمعني لك، دم المغدور ما يروح، والخاين مهما يطول بي الزمن يجي يوم وينكشف. افتهمت ولا لا؟ شو تقصد سيدي؟ اقصد السيارة بالتحمل تبرد بدم الابطال. اخذوه. وين سيدي؟ سيدي ما تسوي شيء واضح. سيدي حرك. سيدي بس تسمع من عندك. سيدي من يديرها؟ من يدعمها؟ ومن يجعلها تقتل دون أن تقترب منها صرخات العدالة ومصيرها المتبوع في كل دول العالم؟ القصاص والسجن. الضابط أحمد
كان يفترض أن يكرم ويكون المجرمون أمام المحاكمة، لكنه اليوم تحت الثرى. أما المجرمون فلا زالت رصاصاتهم تهدد الكثير من الشرفاء. لحظات أليمة جدا. فقدنا السيد النقيب، ومن يومها وأنا ما أعرف. هي قصة المسلسل 10 حلقات بس شباب مسوين، وأنا آسف راح أقول لكم المسلسل. أبو نمر طلع هو الخاين. أبو نمر ليش؟ ليش أبو نمر؟ الحكمة المستنبطة من هذا الحادث الأليم، من تطلع دولي تشيك راديتر السيارة من تحمى تبرد بدم الأبطال. صفقة العقيد صبح محمد حمود ربعها سويانا قلاية حرارية. شكراً لكل القائمين على هذا العمل، ولأنه أنا موجود ضرب والحزن خيم على الفضاء، فقررت أرجع أتفرج على أشياء شوية تحسن نفسيتي. يوم المقبرة احنا منها وإلها. مؤمن بهذا القدر؟ اكيد. شفت اللافتة ايش مكتوب؟ ايش مكتوب استاذ مازن؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان مازن محمد مصطفى، لروحه نهدي ثواب سورة الفاتحة مع صلوات. دقيقة، هاي شكو صفقة تسليم مخدرات بالمقبرة؟ لو دي يدفنون سحر، لو هذا منو اجوا؟ شنو هو واقف؟ شنو هذا مازن محمد مصطفى دا يقرأ اسم مازن محمد مصطفى وهو ميت؟ دول ميتين لو عايشين؟ لو هذا مباشر من العالم الآخر؟ لو هذا بدجداش الفاليه مال ميتين؟ منو؟ شنو برنامج اسمه ليلة في القبر؟ تجربة اجتماعية؟ مقلب هذا؟ أنا وين؟ خافاني ميت؟ أنا قمت أشوف موته؟ زي الموسيقى ليش إيش تخوف؟ شنو برنامج اسمه ليلة في القبر؟ والثالث؟ أكو 3 مواسم قبل للبرنامج؟ شنو شو يصير البرنامج؟ شو يصير؟ في أي لحظة أتوقع تكتب مثل هاي الأفكار؟ يجوز هسه، يجوز بعد شوي. خطر في بالك انه في يوم تقف امام لافته تحمل اسم وفاته؟ يعني شلون واحد يقف قدام لافته تحمل اسمه وهو ميت؟ زمنيه ماخذ من الدوام شنو؟ يعني هو بيها مجال الطب وتطلع؟ ما هذا منو هذا؟ استعلامات الموتى منو هذا؟ ريسبشن العالم الاخر هذا ليش يطلع من عنده نور؟ اخوان والله خفت، هذا منو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البرنامج شبيه ولد، شبيه هذا البرنامج. دخولك للمقبره اليوم غير دخولك إلى المقبرة البارحة. أكيد. اليوم دخولك التداخل إلى قبرك. شنو يعني لك هذا؟ شعوري مو خوف. آه. ولكن رهبة. أجواء رمضان وبعد الفطور وجوز مقبلين على السحور وتطلع هيك برنامج وابوهم جالس على القبر وقاعد يشاهدون الشاشه، شو تحس شعورهم؟ شنو شعورهم يعني؟ يسوون قسام شرعي يعني؟ شنو شعورهم؟ شنو يعني شنو شعورهم من يشوفون ابوهم قاعد على قبر المذيع يقول له شنو شعور اهلك؟ هم قاعدين على الفطور ودي يشوفوك بمقبره تندفن، يشيلون حصته من الفطور، ايش مدريني؟ ايش هالبرنامج المرعب هذا؟ ماذا يقول مازن محمد مصطفى في آخر كلمة له في حياته؟ آخر كلمة في حياتي أوجهها لأبنائي. آخر كلمة أقولها في حياتي: مايدي مايدي، الحقوني من هذا المقدم، هيلب هيلب، وخلي واحد يجي من الولد يطفي العالي مال سنتافي بالمقبرة لا يقعد الباتري. هذا كتلو صكوا الفنان. هذا المنور وين راح؟ إنه بظلم، إنه بظلم. شو هذا؟ مرة يضوي مرة يظلم. شنو آخر كلمة بحياته وعافى قدام القبر وراح؟ هذا سوى له دفله اجتماعيه شنو؟ ام بنفس الجوان راح تجي تلحق له لو شنو؟ لا هذا رعب، هذا رعب، مو برنامج رمضاني والله، والله مو برنامج رمضاني. شنو الغايه من هذا البرنامج؟ على عيني وعلى راسي رمضان لازم الواحد يتذكر الاخره، بس هاي راح تسبب عقد نفسيه للضيوف ولعوائلهم وللمشاهدين.
يعني انا لما اشوف ابويا طالع بلقاء داقي له لافته قدام قبره، وين الموعظه بالموضوع؟ يعني شو راح اتعظ انا؟ ابويا مال، وانا شو انوعظ؟ بعدين حرمه الميتين وين؟ اسماهم طالع الميتين يا عيني. يعني هسه هاي مو راح تصورت بالمقبره انقلبت الدنيا، هذا ماخذ كرو تصوير ومعدات بالمقبره وما حد حكي وياه، جايب درون تفتر فوق القبور. تالي الليل بعدين ليش وقت يبقى العراق يجيب مشاهدات بالموت وما يجيب مشاهدات بالحياه؟ والله هذا برنامج كذب مو عمد الموعظه، والله عمد المشاهدات، والله عمد المشاهدات. اقول لك خف هذا اعلان مال مقبره. مو دا اقول هذا البرنامج بيسبونسر. يا شباب عيني غصون، طلعينا من هذا الجو، طلعينا من هاي الاجواء، يعني الدنيا رمضان والاجواء حلوه والسياسيين دي يكذبون يسوون بهم مقالب، رجعونا للحياه عيني، رجعونا للحياه. فين؟ ايه ايه قصه وخرطومه. ايه شلون طلع؟ شنو شلون طلع؟ ايش طلع؟ طلع دم. قرقل لونك. لا لا من حبيب مين قال؟ شنو الفيل النايمين هم بالاستوديو صار اسبوعين هذا؟ من بدايه رمضان يوميه قاصين خرطومه يوميه يطلع يطلع دن دن خرطوم بالبرنامج الفيلي هذا، رجعوني على القبر وطوني بريج خل اروح ارش قبري خرطوم بقبر فيل بقندره سيف بنعال لا بالخرطوم لا ابو حديقه الحيوانات. هذا منو هذا؟ ليش ليش يطلع من عنده ضوء؟ منو هذا؟ اندرتيكر هذا؟ نرجع سياسي، انا ليش طابين الفيل والمقابر؟ ارجع للسياسه باحترامي بخرطومي وافتهم ايش دا يقولون ايش دا يمسلتون دول. غصون جيب اليطغ وشغل التلفزيون. جاري تفعيل وضع التسنيح. سنيح اهلا بكم فقره سنيح. حمار اي ارجع احسها اطيب. وطني لا لا كذب اريد هذا خليه بيبسي بعدين. اولي دائما برمضان يطلعون السياسيين ورا الفطور ببرامج يحكون اللي بقلبهم وهم مسنحين، فالواحد من يسنح يقوم هوايه يمسلت ويحكي خفايا الامور والقضايا المتعلقه بمستقبل البلد واسرار العمليه السياسيه، فتصير هاي اللقاءات عباره عن سموذي من المسلته والهمبله والسمش المبهج. مثلا تذكرون لما الخطيه محمود المشهداني تعرض للاعتداء وانضرب على راسه بالجلسه الاولى البرلمان وطلع نايم بالمستشفى واسعاف جتي اخذته؟ وحصل اعتداء وشد مما ادى الى اصابتي بغيبوبه وشده على الراس هذه، والحمد لله انا بصحه جيده وساعاود افتتاح الجلسه والاستمرار باعمالنا الروتينيه. شعرت بالاحتناق وكانه يعني هناك حذر نتيجه الاكتظاظ وضربه على الراس يعني ما حد يكرهني. لا هو انت بالتالي قلت لك حبيب العراقيين هذا معروف. أيه؟ من الطارميه وجيبه لكل العراق. بس السؤال احد كان متعمد بضربه على الصفحه حتى اثارها يعني الظاهر مو تدافع هالشكل جابت فد عكسيه براسه هالشكل. فمن رحت التقرير هذا الطبي كانت جايتها عكسيه وجابت التقرير الطبي وهي ابغى اخذ جهاز وهي فعلا كانت إعاقة واضحة بمنطقة التسعين ياردة نتذكرها كنا وجدت ضربة على الرأس. كنا نتذكر شلون الرأس انضرب وعنجر وصار بي إغماء وغياب عن الوعي وكلش كلش تأذى في وقت السيد محمود المشهداني. ضربة مو سهلة إجا النائب الصدري قصة بقصة ضرب له عطر وشاملغ وشباك سود عليه. وبهذا رمضان وبعد سنة ونص تقريبا انكشف السر الحقيقي وراء هاي الضربة وانكشف الشاصي وطلع مخطط المرور. الظاهر المشهداني نسى ايش قال على ضربته براسه وحكالنا ايش صار بالضبط بهاي الجلسه. اللي صار انا ايش سويت؟ اخذت وقت اريد اروح يم محمد الغزي اخذ الراي القانوني واقول لهم اخوان ترى هذه ما ياكل خلينا نروح المحكمه ونمضي بجلستنا. وبنفس الوقت انا متغدي السبت وما متعشي وما متريق لاحد وما متغدي لاحد وما اخذ دواء ضغط ولا دواء سكر وما اخذ يمكن 200 قلاص قهوه وصاير شربت فالنوب هذول فقمت اخذ بارد اريد اروح لك الشباب اريد اروح التواليت عمس لان فضح نفسنا. لا تعال اريد اروح للتواليت يابا محصور والله محصور ما اقدر استمر والجلسه راح تطول ساعات.
طلع محصور ش... وقف يعني طلعت الشده بالقصه. هو قال الشده بالقصه، طلعت الشده بالخرطوم. هاي الغيبوبه صارت ديك من ورا الش... يعني حقك 200 جلاس مال قهوه، تنكر مال ستاربكس انت ما تقول لي. زين سؤال، هي الجلسه راح تطول ساعات لو تطول ساعات؟ 200 جلاس قهوه شو ذني؟ الى كل الاطفال، عمو من تنحصر سوي ببي بالمرافق وما يصير تحصرها، مو تسوي بجلسه البرلمان. اذا تنحصر ما تروح راسا تنجلط مثل عمو محمود وتطلع وراها تشذب ضربوني وراسي وعنجوره وطلع الاصواب صدق براسه. المسكين خطيه صار كنه فيل والله، محصور كنه فيل محصور وحالب خرطومه. عافي حبيب باباتي عافي، عيب بعدين يجيك العوعو للطوارئ. ها اجا اصلا هو اجا. اريد اروح يعني انا شايف عندي سكر وما ماخذ دواء. المهم فالجماعه يقولوا لي اطلع، الاطاريين اي طبعا والصدرين يقولوا حجي لا تطلع مو، فهزوني صار عندي دوار. والله الواحد قام حتى يخاف يشرب سوائل والله العظيم. الاطار يقول له ببي بالمرافق، التيار يقول له ببي على نفسك، خضوني حسيت برطوبه. فمشيناها عنجوره على روحي. يعني حقك ترفع الجلسه، اذا واحد ما يقدر يرفع راسه بالبرلمان يرفع الجلسه. والخرطوم بيش عمر يا دوب يرشح القهوه. كمل استاذ محمود محمود كمل استاذ. زين يجوز بهاي الخضه انضرب بالغلط بعكس مثل ما قال التقرير الطبي؟ فقلت المخذول بصوره اضحك حتى يعرفون ما بي شيء، يعني لا حد ضربني ولا حد اصلا تكلم بكلمه نابيه وياي، بالعكس بكل ادب يعني. زين طلعت هاي الصوره بس الشهيرة. انا من صار عندي دوار صوروا انه انا صار شيء، هو دوار عادي يعني. بكل ادب ارادتي وبدون اي ضغوطات ولا كلمات نابيه والله. 200 جلاس قهوه، جريت الخرطوم ببي كملت. زين 200 جلاس قهوه انت بيت لو صبيت لهم. كمل يا ترمز السفرات. السر مالتي يعني ما رافع الجلسه، لا اروح اغسل وجهي. اذا ما اريد اقول غير شيء، اريد اروح اغسل وجهي. تعبان كلش. والجماعه ما خلوك. كلش تعب، الجماعه بتهمان. اللي طار يدفع بيك للحمامات. هو هذا السر. هذا السر. المميت. مالك والشيخ الخزعلي ليش يضحكون؟ انت تضحك حتى تطمن جمهورك. بدي اقول لهم. الجماعه ليش مبتسمين؟ بدي اقول لهم انا اريد اطلع رايح للحمام، الجماعه سوالي اخر، سيضحكون الجماعه، تدري نضحك الخط الاول كلهم. كلها تضحك على محمود. تعالوا نضحك على محمود محصور. كلهم اجوا يشطفوك. دكتور اياد هم اجى، مو شقه سونام يا استاذ. يا جماعه اذا تلاحظون عمليتنا السياسيه، السلطه التشريعيه وقفه تك رجل على مود شقه محمود. غصون رجعيني للمقبره عيني، درجعيني للمقبره وطيني بريجي بيدي، خلنا على قبري ولا هالجلسه هاي. هاي العراق انقلب ما ادري كم يوم من ورا نظام سياسي كامل وقفته شقه. اي وقف وصارت عادي يعني. كملي يمه اعبري على الورا، غصون هواي اسرار طلعتينا، شوفينا بالله بعد اسرار وخفايا اللي تطلع بس برمضان، من ضمنها سر ما حد متوقع اخوان. انا ما عرفت انت شنو خريج شنو، بس انت قلت لي خريجين. انا بكالوريوس تقنيات طبيه. اكو صدمه، اكو صدمه الان. نسمع. ايه. دارس بالمعهد الجمهوري الامريكي. حلو. عندي شهاده تقديريه من الامم المتحده ومعهد السلام الديمقراطي بحل النزاعات الدوليه والاقليميه. شلونك؟ تحكي انجليزي انت؟ اي ايم جود. نبلش؟ يا احد ما عندي مشكله تمام. بس الجمهور شلون؟ جو اهيد خلاص يلا جو اهيد. واقول لك هذا اني يعني ايش تتوقعني؟ ما عندك مشكله؟ انت تحكي انجليزي؟ قلس على الموضوع ولا الله يمسخهم في ظهرنا. هذا الاخ يقول له تحكي انجليزي؟ جوابه ايم جود فاين ثانك يو اند يو. سووا لنا دايلوج مال خامس ابتدائي عادي نصدقكم والله ما عندنا مشكله. هلا وحميد. هلا وأوام. ايم جود. جو اهيد. تحكي انجليزي؟ I am good. لا تفضحنا، سد الموضوع. شباب حميد الهايس طلع عنده شهادة بحل النزاعات الدولية والإقليمية من معهد السلام الديمقراطي. حل النزاعات هي طلاب تكبير حاتم، صار 17 سنة ما انحلت. لو هذا ما ماخذي بالشهادة ما حل النزاعات. ومو بس حميد طلع مهتم بالإنجليزي، عندنا شخصية أيضا أخرى مهمة أيضا
اعترفت لنا اعتراف وكشفت لنا سرده فينا بهذا رمضان. تسمع شعر شعبي؟ لا فصيح. احب الفصيح اكثر. جميل جدا. كنت اكتب باللغه الانجليزيه، شعر باللغه الانجليزيه. هلو Is it me you're looking for? I can see it in your eyes, in your eyes, in your eyes, in your eyes. I can see it in your smile, yumma ya wali, yumma ya wali. Hello, is it me? 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 Rata, rata, rata. Hello. شغل غصون شغلي لي موسيقى لانه انا قارئ اشعار الاستاذ شكسبير، فاحب اقرا لكم شعر من ديوان المعنون ابليز لا تزعل علي. القصيده الاولى تقول: اتعذب لو سمعت العود والناي، ويوصل عقب سابع جار والناي، اخذ عيني واترك لي ون اي حتى بكذا تزعل علي. الله 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 الله. انا هلا 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 اسمع له. انا لا قمر يضوي لي ولا صن، ولا دوتر بقت عندي ولا صن، كبرت ولا راح اظل عندي ولا صن. محبوبي بليز لا تزعل علي. ويلي ويلي ويلي. معاي اسمعي معاي اقوى. يير على الصبر مقدر ولا ويك، ولا اقدر يا المدلل الا ويك، شديد انت قاتلني وانا ويك، عيب عليك تنفرعن علي. الله الله صح الثاني كابتن. هلا هلا اسمعي اسمعي هذا كانت القفله مال الديوان مالته. فك باب القلب بيدك وانتر، يلا مستك صوبه بليل وينتر، دست شفت وديليت وياي وينتر، ومحيت سنين عشناها سوية. ودريكاردز المتلبي دوب اللي ميوزيك ريكوردز جرين زون مقابل مالكي هوم. المتلبي متلبي انجليش لا المطلبي المتلبي يصير بالانجليزي صعب الانجليزي. السر الدفين الاخر اللي لو ظال مدفون احسن اللي كشفه صديق السبرنجات الاخ ابو خريان. هو جابه واحد شخص فيديو دي يقص اذن واحد، قالوا هذا ريان دي يقص اذن. هسه شو قلنا؟ قلنا احنا نقص غير اشياء ما يقص اذن. لا هاي هاي مشكله. انت تقص خراطيم؟ طرفه دمويه حكاها العينتين قصاص الخ. يقص غير اشياء ما يقص اذانات ابو خريان. راح تسألني ليش سميناه أبو خريان؟ لأنه هاي النكتة أسخف من أبو خريان. أبو خريان مرض سخيف ما يقدر بس على الجهال، وأبو خريان ما يقدر بس على إيفان. أقوى من النكتة مالتك، أقلها ما بيها شات قصقص. لاحظ حبيبي أبو خريان الفيديو اللي جابوه وتقص بي أذان، ترى جابوه الأمريكان، لا عالية ولا حنان، ولا طلع ببرنامج سولفها مشعان. أنت شو تقص؟ قلت لي شو تقص يا ول؟ شنو غير أشياء؟ لا شباب شباب حافظوا على شعر. شعر 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 طيب. شعر كذا شعرك شعرك طويل مثلا. انا قصدي كذاب والله ما قاعد تحكي على الشعر. والله 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 مو قصدك على الشعر، لان لو على الشعر فانت واخوتك من 2013 ما رايحين حلاق. تدري من ايش وقت؟ من اخر مره رحت بها لامريكا وتحديدا سان دييغو. نشاهد الان اعزائي المشاهدين وصول صور وصول الاخ المجاهد المقاوم الذائد عن حياض الوطن ضد المحتل والمحتلين الشيخ ابو خريان الى مطار سان دييغو الكائن في كاليفورنيا بالقرب من تقاطع هانكوك امريكا يعني. وهي صوره وصول الشيخ. ويقول الخبر: وصل الى مطار سان دييغو عند الساعه 22:10 مساء يوم 22/12/2013 الشخصيه الوطنيه الكلدانيه الشيخ ريان سالم صادق الكلداني. استرسري حاطين اسمك الثلاثي واللقب يعني للاطلاع على شؤون شعبنا الكلداني في امريكا. حتى تشلب شاهد عليك يا ابو خريان، اكو تشلب لي جو قاعد. الصورة اللي وراها هنا الشيخ أبو خريان يسلم عليه السيد مؤيد هيلو قدام الدرج. لا تخزونه قدام السانديوغيين، وخر من قدام الدرج. الصورة اللي وراها قلنا لك وخر من قدام الخ، وقف قدام الدرج لطش. أنت وقبوطك هذا ماخذه من ابن زويد، ماخذه من كيف بي. وراء الصورة وراء
اللي طش بأم الدرج قرر يسلم على المهاجرين كلهم قدام الدرج، والمشكلة كاتبين يم الدرج داون أونلي ساد النزلة مال بشرية. الصورة وراها النشطاء الكلدان في استقبال الشيخ ريان الكلداني، الصورة وراها من أمام حزام الجنط الأهل والأصدقاء في استقبال الشيخ ريان الكلداني. هاي وحدة أمريكية مستطرقة سدوا عليها الدرج وشافت واحد يأخذون ويا صور عبارة حسام الماجد فأخذت ويا صورة وراحت. الصورة وراها هنا في أحد معارض سان دييغو هو ديسر على ضربة السيارة الوارد اللي يريد يجيبها وياه. أريد دعمتها زين أكون شبر بس مال طبيبة. وهاي كانت جولة ريان الكلداني في أمريكا سان دييغو سنة 2014. هاي مش كان بيقاوم، كانت المقاومة كلش عنيفة فوراح بيقاوم بوقتها، لأن يعني الأمريكان راح وتفاوض وياهم رجعهم. أي أبو خريان ما قلت لي شنو رأيك بالأمريكان؟ الأمريكان وأنا نعتقد أنه أنت كنت تشرب يومية كاس دم، قلت لي إذا الاحتلال أعتقد اليوم من قاوم الاحتلال قاوم الأخوة من السنة والشيعة وكل الطوائف العراقية، إذا هو يتحدث في لسان الاحتلال كلهم قاوموا الأمريكان، سنة وشيعة وكل الطوائف قاوموا الاحتلال. بس أنا تعذرون كنت في سان دييغو دا أجيب سيارات وارد وشوية تأخرت، ظليت أبوس عالم قدام الدرج مال المطار قبوط جديد، يعني قلت خطأ الفلوسي أدور لي دولة باردة طلع بيت راي. كفوا من مقاوم الاحتلال العنيف والشرس البقة يشرب دم، البقة مصاص الدماء اللي منيم سان دييغو قبل نزلة الشمس، كفوا. أنا ضجت هواي خريط يطلع برامج سياسية، ما بيها مجال تشوفينا رياضة غصون موجود لدي أشياء تتعلق برياضة كرة القدم. إيه يلا يلا أنا أحب روبرتو كارلوس، خلينا نشوف بلش عندنا على الرياضة والله يلا. وعندي معلومة تقول أنت كنت كابتن بالفرق الشعبية مال الطوبة، شو وقت تلحق؟ الشباب عندهم طاقة وحيوية ولهذا لا يحسبون مثل الكبار. نعم إحنا كان فريق كرة سميناه الطلقة النارية. بس يبعث على النوع من الشيء الغريب اللي الآن يحكون على الطلقة باعتبارها، بس في ذاك الوقت يقصدون السرعة. أحسنت. تدري هسه الطلقة صارت بطيئة، قبل كانت مش سريعة. الكابتن حيدر نجم الدعوة حارب داعش تالي ضربه بور مضلع. تحية لنجم الطلقة النارية. أنا عندي معلومات كانوا يسموه حيدر حمني لأنه سريع ما يلقف طلقة نارية ما يلزم طلقة حمني. هو كان يلعب فريق اسمه الطلقة النارية، هسه قام يلعب فريق اسمه الطلقة الإطارية. تجابك على الإطار وكنت حمني والناس تحبك وتلعب فرق شعبية، والله المركز قاعد تلعب بيه غلط والفريق اللي تلعب بيه أغلط. أنت كنت تلعب قبل؟ أقول لي المركز اللي كنت تلعب بيه شنو؟ في كرة القدم كنت كابتن. أنا كنت كابتن وشبه وسط. ها جيد. كنت مرة دفاع ومرة إلى الهجوم. وأنت دائما شبه، نقدر نقول عليك تلعب كابتن توافقي ورا ما سحبوا الشارة من المالكي من بالطلقة النارية. المشكلة مو هنا، المشكلة سحبوا الشارة منك وانطوها لعادل عبد المهدي أم دخرطومي. والله حمني انت جابك على سوالف الطوبه، سولفنا بالكبه بالبيض بالريوقات يا ابويا. يعني اضرب مثل واحد. نعم. خلال السنه الماضيه او سنتين تقريبا زراعه البيض او انتاج البيض كلش تقدم في العراق. الحمد لله والشكر وصلنا مرحله قمنا نزرع بيض. يعني هي خوش فكره حمني يعني. بعدين بابا صراحه حتى البيض يعني تلعب نفسك من تتذكر هو طالع من فد مخلوق. يجيك هو وضروقه ولعبان نفسه، لكن من يطلع من التراب تقدر تعتبره فقر. شنو يعني انت مواطن تطلع من الصبح تجيب طاوتك هزيت الشجره نزلن بيضاتك اورجانيك من الشجره للطباخ. حتى البيض المزروع ما بي لا زفر لا زلال لا صفار لا بروتين لا نعل لا قندرك شو ماك. اذا ما حشينا المحصول خلال الموسم نجي نلقان كتاكيت فروغ مع اللقات. انا اسف قدام والله ما اكل بيض شجر اسف. اي بالله هي مرات الناس هي مرات الناس من تكبر تقوم ما تميز البيض ينزرع لو ينزلط مو بالله اوروبا إيه؟ بالعالم الكبر يكبر على شنو هو مو على فهم طبعا صدق 100%. شو احنا شايبنا من كبر يسوي مشاكل مو صحيح؟ اي والله صحيح. ومن ينحصر يوقف النظام السياسي العراق كله.
كل ما تحكي وياها شربت لك غلاس قهوه ها صاير شربت بويا محصور اريد اروح لمحمد الغزي ذكرتوني اي اسف حميد قاطعت بولت سلسله افكارك شو تريد من المتقاعدين شو تسوي لهم شايبنا يقوم يراوس بالوادي ولا عم المفروض وقت التقاعد يروح احنا رادنا تقليل العمار يعني شلون تقليل العمر التقاعد يا قصدك لا تقليل العمر البشر اها والله شلون حميد ايش بيك هاي علموك تحل نزاعات لو تحش النزاعات انت ماخذ دوره من ابو خريان انت هم راح سان دييغو حميد ايش بيك يو جود ام جود يو سبيك انجلش لو تريد تهش احمد حميد احمد السياره من تحمه تبرد بدم الابطال المتقاعدين تريد تهشهم حميد وهنا بعد ما سمعنا اعترافات سياسيه خطيره وشيخهم المطيره وطلع الشيخ ابو خريان يقاوم دوله الاحتلال بسان دييغو وحيدر حمني محترف فرق شعبيه وزرع لنا البيضه شجار وسمعنا من سعد دعبله الانجليزي اشعار فاعذروني بعد هذا الكم الهائل من المعلومات اللي من وراها اضطريت اشرب 200 كوب قهوه وصاير شربت ولازم اروح لمحمد الغزي بسرعه قبل اصعد الرطوبه لازم اركض لمحمد الغزي غصون نزلي بالفاصل بسرعه قاعي من حسين وين محمد الغزي محمد الغزي محمد الغزي اهلا بكم في فقره الرامبو اجى الوقت الاجل فك بي ولمع وونس الناس بغسلتك ومتع ما تقدر تفلت مني وتشلع وانا غسلتك وعدا علي الله 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 مع التحيات تسجيلات التعليم العالي والبحث الاهلي ساحه الطيران مقابل مصدر العمالي ومثل ما وعدتكم اول زبون راح يصعد على الرمبه السيد الوزير بلبل العصائب نعيم العبودي جرت في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسم استلام وتسليم الحقيبة الوزارية التي تسلمها الدكتور نعيم العبودي القيادي في كتلة صادقون وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم عبد ياسر أطلب من المجلس التصويت على وزير التعليم العالي على بذل المزيد من العمل الجاد دعم المسيرة التعليمية والتربوية افتتح وزير التعليم العالي نعيم العبودي أكد العبودي أن الوزارة تركز الآن انتم منو بالضبط انتم احنا الفصائل والنعم والنعيم بس اقول لك شغله واحده سياده الوزير انت صرت وزير مو لانك تستاهل تصير وزير تعليم عالي بس الظاهر مبين معارفك هواي كلش هواي انا بدي ارجع وياك قبل لا تصير وزير حتى نفتهم شنو المؤهلات اللي خلتك تصير وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعرف شنو يعني وزير تعليم عالي يعني اللي قرر مصير اساتذه جامعات وبروفيسورات وطلاب طامحين يصيرون وزراء مستقبل اجيال بلد تعداد سكانه فوق الأربعين مليون نسمه ومعروف عنا الناس كانت تتسابق حتى تجي تدرس بجامعات العراق مناره العلم والحضاره على مر التاريخ واللي درسوا وتخرجوا من قامات علميه كبيره مثلا مانع العتيبه وزير النفط الاماراتي بالستينات دارس بجامعه بغداد الدكتور حسام علي خلف رئيس قسم هندسه النفط والغاز بكليه الهندسه بجامعه ذي قار لو الدكتور حسين طوغان رئيس قسم هندسة الطب الحياتي بجامعة ذي قار واللي تم اختيارهم من قبل مؤسسة ماركيز العالمية ضمن قائمة أفضل علماء العالم لسنة 2016 فأنت شنو اللي خلاك تصير وزير حتى تزرع بينا هذا الأمل دكتور ينفع تكون مدرس للغة العربية؟ نعم ينفع تكون مدرس للغة العربية؟ ما مجرب نفسي يعني تتوقع أن يعني يحبوك رايح الطلاب؟ ممكن عندي علاقة طيبة طب لا مدرسة لغة عربية احنا نقول لغة عربية وجاف لا وجاي اقول لك هذا ممكن هسه السلبيات اللي عشتها او اللي ممكن هسه الان انتقتها ممكن ان نتجاوزها ممكن ان اكون في يوم من الايام يعني بالجامعة ممكن تكون قريب من الطلبة طبعا انا كنت يعني هي امنيتي ورغبتي وما زلت وصار وزير على كل الجامعات هي هاي الدنيا لما الواحد يشتغل على نفسه ويكون عنده معارف هواي العراق land of opportunities على قولة حميد الهيس I'm good أبو مازن متهم بسرقة هوايش اليوم ما شاء الله ملاك مال هوايش
محمد الباوي كان يترزل جو الكوميدي من قبل السيد، اليوم ما شاء الله صار دانزان زريان وصار بالعصائب. عفوا هناك خطأ، محمد الباوي يعمل لدى شبل الزيدي. سابقا انت راد لك ابديت، ليش ما سويت الابديت علي؟ زين، ما تحسون الطموح مو كافي؟ مازن الأشيقر صار 12 سنة خطية يقول راح أصير رئيس وزراء، بس الطموح واحدة ما كفى، ظل يكتب تغريدات بس خطية. الوزير مو بس طموح، دراسة وتخصص وهيك أشياء صغيرة تافهة أخرى. يعني لو حاطين ليث أخو قيس وزير تعليم كان أحسن، أقلها رجال ماخذ دكتوراه بجهوده وبدرجة امتياز عن رسالة الموسومة كيف تسيطر على وزارتين باستخدام عواد واحد. قوي لا قوي اقعد. وحتى كان حاضر بهاي المناقشة قيس وهادي وزيد الطلقاني والباقين كانوا مخروعين. فأنت بلبل ايش سويت حبيبي؟ بس دكتور عفي عليك، من موقف سلبي أحرجك قدام الطلاب والطالبات أخذت موقف إيجابي ودرست وقدت الدكتوراه والماجستير ومن ثم الدكتوراه. الماجستير والدكتوراه ممتاز. وخلال الفترة إن شاء الله خلال الأيام القريبة ربما إن شاء الله يعني أنا كاتب رسالة الماجستير في حقوق الإنسان. بس ما لقيت غير هذا العنوان تكتب عنه وأنت بالعصائب. عصائب حقوق إنسان، سلب حقوق الإنسان لو إعطاء حقوق الإنسان. هذا مو بعيد مسوي اطروحه بمكان الاعلان العالمي لحقوق الانسان. سووه سيدي، سووه الاعلان العصائبي لحقوق الانسان. بالله شو اقرا اقرا خلي اشوف. اولا يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامه والحقوق لحد ما يصير عمرهم 10 سنين. ثانيا لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعامله والعقوبه القاسيه اذا اعترف من اول راجلي. ثالثا لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنيه المختصه. إذا قدر. طبعاً لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً من قبل القوات الأمنية الرسمية فقط. خامساً لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان إذا كان منتمي للفصائل. وأخيراً لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه إذا كان خارج العراق أو يدفع الخاوة شهرياً. هسه اللي عندنا صار، انت المؤهلات اللي وصلتك للوزاره، عندك طموح مرتب وعندك رساله ماجستير بحقوق الانسان، وهاي مو مواصفات كافيه تاهلك لهذا المنصب. فتصفه يعني حميد الهايس خريج عنده مال نزاعات دوليه، رد فتصفه علميه بيك سولف لنا عنها. يعني دكتور من مواليد 1978. اليوم وشهر؟ يوم 9/3/1978. البرج الحوت. برج الحوت. تؤمن بالابراج؟ أكيد الأبراج لها يعني دخل يعني في حركة الإنسان وحياة الإنسان. دكتور تسمع أغاني لو حرام؟ أنا لا ما أسمع أغاني. حرام؟ تحرمها؟ أي حرام، بالتالي أنا خلفية إسلامية، بالتالي ما أسمع أغاني. موسيقى كلاسيكية أسمع. دكتور أنت فقط ما تسمع أغاني ولا الحركة في صورة عامة؟ بصورة عامة حركة أعصابها الحق؟ خلينا نقول الكل ما تسمع أغاني عندكم هذا الشيء محرم؟ لا هي بصورة عامة؟ ما أعرف إذا أكو أفراد يسمعون أغاني وما يسمعون أغاني، ولكن إحنا بالنسبة للإسلاميين أكيد بأنه استماع الأغاني حرام. يسمع موسيقى كلاسيكية أكيد سامع القس هوفن الخزعلي باعتبار المايسترو مالتكم. زين ما تسمع القيسوفسكي عند مقطوعة موسيقية تقول هدبينا يا قيس رجالك؟ صدق هو هدكم لو بعد رابطكم. حب الموسيقى الكلاسيكية من تسمعها لازم وياها ويسكي وسيجار. أنت تشرب وياها اسكنجبيل؟ بس بالنهاية اتصلت وزير مؤهلات مؤهل مو مؤهلات، خلاص الناس قلت المقلب سو صار بيهم التجربة الاجتماعية. برج الحوت هو هاي فاوه بنفس البرج. وما دامك وزير فأنا راح أعوف ماضيك وأكمل وياك من استلامك للوزارة اليوم. أنت هسه وزير ومن تسولف دير بالك، ترى أنت خلوك وجه العراق التعليمي والثقافي، يعني شايف النخب والمثقفين والمتعلمين بالعراق. أنت من تسولف الناس راح تأخذ عليهم نظرة بحسب الكلام اللي أنت راح تقوله. وزير التعليم العالي بعد راوينا تحملك لهيك مسؤولية ثقافية فكرية جسيمة. هو تلاقح وتقاطع بين الجانب الأهلي والجانب الحكومي. لا نريد أن تكون هناك اثنينية، ولكن في نفس الوقت نعم هناك مشاكل في التعليم الأهلي، ولكن هناك حقيقة ضوء وجزء ممتلئ من الكأس في التعليم الأهلي. نحاول أن نركز على الضوء، وبالتالي هناك قرارات مهمة جدا سوف تتخذها وزارة التعليم العالي من أجل الرصانة العلمية وكذلك من أجل البحث العلمي. أنا هم عندي إثنينية أريد أختلف بمركزية التفكير بيها وياك. الإثنينية هاي نفس الإثليثية لو هاي أكبر شوية؟
عندكم مشكله مشكله بالطابوق بالوزاره تو؟ قل لي في مينيتكم حراري لو جمهوري. وكيف يمكن ان يحدث التلاقح والتقاطع في ان واحد؟ اذا تعوف الاهلي نائب حضن الحكومي فالمكان عليه من زين. ما تلاحظ شويه هيك راح يصير التعليم الاهلي معارفه هواي، والتعليم الحكومي راح يصير مثل نقيب احمد. بعدين بلبل حبي انت جايبين كلهن، النصف الممتلئ مال كاس وربع طابوقه اثنينيه وضوء مال نفق وتلاقح وتقاطع، جابن كلهن مال المحللين السياسيين وحاطن بطاسه واحده عود يعني او مثقف ما حافظ غيرها. بلبل حبيبي عندك مشكلتين، الاولى انه انت تريد تبين مثقف وعبالك لما يطلع لك شيب يصير عندك كاركتر مثقفين. طقعه الشيب اللي براسك كل شويه تغير مكانها، مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، ما ادري شو الفيلم. والبلبل الشيب مالته يطلع له مكان واحد. واصفر. والشغله الثانيه شكو لابس نظارات ولازق بيها، ترى النظاره ما تنطبع على انه تفتهم، موافق ربع يلبس نظاره وما غير وجهه نظرنا عنه عادي. فلا تحاول يعني تظل شو اسمه تظل طول حياتك بلبل وبالعصائب. عوف السيفي حبيبي، عوف الثقافه، عوف كل شيء عوف. وما دام جبتها على الجامعات الاهليه بدك تفوت لنا على الجامعات الاهليه، لانه هوايه من الجامعات الاهليه عباره عن عندما ياتي التعليم الاهلي وما أدراك ما التعليم الأهلي ولماذا صنع التعليم الأهلي ومن يقف وراء التعليم الأهلي ومن الذي يستثمر بالتعليم الأهلي وماذا قدم التعليم الأهلي وما هي الخروقات في التعليم الأهلي وكيف تتم الصفقات في التعليم الأهلي من اشتعل وأهلي. الله الله عليك، بس حش أهلك والله، حش أهلك نجم والله، أنا أحبك نجم، بس على كيفك ويروحك لا تجيك في مينية طايرة من نصف الكأس الممتلئ والضوء بعينك هذا. ليش نجم؟ ليش أهلك المساكين شو عليهم؟ شوف هو نجم من حرقة قلبه راد يفشر، فسحب أقسام للفشرة وقنص على الوزارة اللي قال أصائب كان يفرع على أهله. واحزر نعيم العبودي ايش راح يسوي مشكلة انتشار الجامعات الأهلية بالعراق. توسع في الجامعات الطبية كليات الطب، القرار الأخير اللي اتخذه معالي الوزير والذي كان هذا القرار متوقف الآن سمح بأن تفتح كليات طب أهلية للجماعة الإيرانيين، واحدة من الكليات أن تفتحها بتعليم أهلي من هذا النوع. مع العلم العراق بـ 36 كلية متخصصة بالطب، شنو الغاية وما هي الضمانات تطلع لي دكتور من الجامعات الأهلية؟ واحد من فلسفة افتتاح الجامعات الأهلية خصوصا الصبطين والكفيل وكذلك العين الذي اتخذنا القرار هذه السنة بأنه بدل ما تذهب شبابنا إلى الخارج نحتويهم خلال الجامعات في العراق. طبعا هو ليس مجرد يكون قرار واجتهاد، طبعا أيضا هذه الجامعات مطلوب منعتها أن يكون هناك توأمة خلال سنة مع إحدى الجامعات الصينية التي موجودة في التصنيفات العالمية. هذا تحكي عن نفسك مو؟ لأن تريد صاحب الشهادة يدرس داخل العراق أو بجامعة رصينة، وأنت لا شهادتك لا بالعراق ولا رصينة ولا حول ولا قوة إلا بالله. شهادته من جامعة اسمها جامعة بيروت الإسلامية ما معترف بها من وزارة التعليم العالي. وأنا سمعت قبل لا تصير وزير العصائب وأحزاب وميليشيات أخرى بلشت تشتري جامعات أهلية، ومن زمان هم ما تعدهم. هم بلشوا وراها من صرا وزير قام يشترون جامعات أهلية عادية ويستحدثون بها كليات طب حتى تصعد قيمتها السوقية، مثلا جامعة العين، كلية بغداد للعلوم الاقتصادية. تدري ايش قصدي يصير سعر الجامعة لما يصير بها تخصص طب؟ وراها اجى نعيم وانطاهم موافقات من الوزارة على هذا الاستحداث، رغم اكو قرار منع بال21. فدا تلاحظ الاحتواء شلون دا يصير؟ للعلم هواي احزاب ميليشيات عندها جامعات اهلية لانه يدرون بها خوش سبوبة وكسب حزبي همات وهالسوالف ومعفية من الضريبة همات. اي نعيم سولفنا عن محاولاتك لتقويه التعليم بالعراق حبيبي. لكن مشكلتنا انه احنا غير معترف نهائيا بشهادتنا الطبيه من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي اللي هو ويفمي. ويفمي معلومات تقول في عام 2024 ويفمي اللي هو World Federation of Medical Education، الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إذا أجدتي وفمي وخلت معاييرها حتى تصادق على شهادتنا وتعترف بينا
الناس كلها حتفات في الشارع راح تعزم كل الجامعات. لا، الوفمي سوف يأتي للعراق، وهناك يعني واضح جدا الخطوات التي قمنا بها بأنه سوف يحتضن بها إن شاء الله، وشهادة العراق سوف تكون قوية. والله إذا الدعاء فكلنا وياك وندعو وياك، والله ما عندنا مشكلة، بس تتدري بها ما تجي بس بالدعاء. ووفمي مو واحد هو يجي ترى، لا بالك مو وفمي إنسان، وفمي هاي عموما يعني اوكي. موضوع اراد لشغل حبيبي، وانت بدل ما توقف توقف كل شيء لحد ما تجيب اعترافات دوليه، فرحت اعطيت اجازات لفتح كليات جديده، وبعدين يسولف لك بالمعايير. ووفمي ووفمي نعيم بالمعايير الدوليه، اذا نجي على المعايير الدوليه فالسي في مالتك ويا قيسي اهلك لمنصب واحد بس، نزيل بسجن الحوت يحكي لي بالمعايير يا معايير. وهبي اكو شغله مهمه، انت ولا طلال همات اسمها WFME، ليش سويتوها وفمي ما ادري، وفمي ناو وفمي بعد هاي الاثنينيه لازم تحلونا اياها. سولفنا عن محاولاتك بعد الاحتواء مال وفمي. انا عندي خطه يعني خلال هذه الفتره فلسفه بانه فتح فروع اجنبيه في العراق هي خطوه مهمه جدا لدعم التعليم في العراق. وافقنا بالمباشر عندما جاءتنا طلب من الجامعه البريطانيه بانه تاسيس جامعه بريطانيه في العراق، وافقنا. لا اكونيه ل يعني تنطون موافقه لجامعات امريكيه تفتح فروع، ما عندنا مشكله. اي جامعه مشكلة. اي جامعه وفق السياقات العلميه ومحتضب بها سوف بالعكس سوف نقدم لها كل المساعدات من اجل فتح في العراق. امريكيه مو امريكيه؟ الجامعه الامريكيه موجوده. لا لا بريطانيه. السفير الفرنسي عندما زارني قلت له يعني كان هناك حديث ونقاش في موضوع اي جامعه تريدون تفتحونها سوف نقدم التسهيلات من اجل فتحها. عندما تاتي جامعه هسه مثلا جامعه هارفارد وتقول لي يا بانا بدي افتح فرع في العراق، اقول لها والله انت الامريكيه ما اقبل. بالعكس اقدم كل التسهيلات، اقول له تعال تفضلي، لان انا استفاد من الجانب العلمي والتقني ما لها دخل. نعيم العبودي وقيس والعصائب من اخذوا وزاره التعليم العالي، طلع نعيم نفسه قال لك لازم ننتبه للحرب الثقافيه، وعلى مود الحرب الثقافيه شنو نعود يعني راح يمارسون الحرب الناعمه من خلال التعليم. بس اللي صار هو انه نعيم وقيس والعصائب صاروا ناعمين قدام اوروبا وامريكا وجامعاتهم، ويتمنون تجي هاي وتعترف يمهم تعترف بيهم. وهنا ورا هذا اللي شفناه وسمعناه ما ادري باكر عقب ايش راح يسوون للطلاب. اكو سؤال بعده لحد الان ما حصلنا جوابه. نعيم انت خريج جامعه بيروت الاسلاميه المعترف بها وزاره التعليم العالي، صرت وزير تعليم عالي وبحث علمي، شنو المؤهلات اللي خلتك تصير وزير التعليم العالي والبحث العلمي؟ من الاخير فضني اخلص اليوم وياك. شنو يعني ما احس الا بتليفون يعني جاني تقريبا ب 12 سمعت الشيخ اتصل بي سلام عليكم سلام، قال اتوكل على الله بدل وتعال على مود شو اسمه تقدم نفسك للوزاره. يعني انت مجال التعليم لانه شهادتك ومؤهلاتك تاهلك مسبقا تصير وزير تعليم عالي وبحث علمي، انت وزير جوكر ماستر كي وين ما يدحسوك تفوت. والدليل صفت وزاره التعليم ب 12 بالليل للعصائب، يعني كان ممكن تصفى وزاره السياحه للعصائب وتصير وزير السياحه لانه ما لك علاقه لا بتعليم ولا بعالي ولا ببحث ولا بعلمي، تنتظر تليفون ال 12 بالليل الشيخ وين يهدك وهدبينا يا قيس وزرائك. يعني قيقو قاعد ويا ربع ساعه 12 بالليل صفت لهم الوزاره. شباب منو قاعد منو نايم منو قعود منو نيوم؟ نعيم قاعد شيخ ترى نعيم اونلاين دا العب ويا ببجي، جيب احسن ما قاضيها لعب خلي نربيه هذا اللعب. شنو يا الوزاره اثنينيه وضوء وتلاقح وشويه شيب على نظاره طبيه وتمشي. أنا ليش لحيت ويا نعيم بالذات؟ مو لأنه ما يعجبني ومو لأنه فقط من العصائب، يعني أوكي هاي أسباب، بس مو لأنه يعني الدولة ربعها صارت مالتهم، يعني ما وقفت على هالوزارة. بس صح كل الوزارات مهمة وتتعلق بحياة المواطنين، بس أكو وزارات أهم من وزارات أخرى بسبب كونها ما تتعلق فقط بوضع المواطن الحالي وشكل الدولة الحالية. يعني أنا هسه إذا أروح أخذ دكتوراه من جامعة بيروت الإسلامية ويجي واحد يقول لي ألزم تعليم، ما ألزم تعليم لو تنقلب الدنيا بخبل، هاي مستقبل ناس مستقبل بلد كامل، اجي اسلمه بيد واحد مثل. المهم بعض الوزارات مهمه اكثر من غيرها لانه تتعلق بمستقبل بلد ونوعيه مواطنيه بعد سنوات من الان وشكل اجيال القادمه، وهذا السبب اللي يخلي وزارات التعليم والتربيه اهم من غير وزارات. حتى تعرف خطوره وزير الميليشيات على هاي الوزاره المهمه اريدك تتخيل وياي انه انت طالب متفوق كملت 4 سنوات بكالوريوس تخرجت بتفوق وبعدين درست ماجستير وتعبت وحصلت الشهادة بامتياز، وبعدين تعبت أكثر إلى أن قدرت تأخذ الدكتوراه وتصير دكتور بلا واسطة ولا رشوة ولا غش ولا انتماء لفصائل، اسمك دكتور
وبحوثك بكل مكان، وطلابك ينتظروك بالقاعة حتى قبل ما تبدي تعلمهم المنهج الموجود عندك وتعلمهم العلم اللي جايين يدرسوه هم، تنطيهم الأمل، تحسسهم إنه بهذا البلد ممكن اللي يجتهد ويتعب يوصل، تقول لهم اقروا ودرسوا وطوروا نفسكم حتى تغيرون الواقع. بس من تدخل للقاعة ما تقدر تقول هذا الكلام ولا تقدر تحشي عن الأمل، لأن وزيرك ما أجى المنصب بدراسة وتعب، أجى بمحاصصة ب 12 بالليل وبشهادة غير معترف بيها، لأنه جامعتك وباقي جامعات بلدك ما يقودها رجل علم، وإنما يقودها رجل جابته كتلته المصنفة بالإرهاب، لأنه شهادتك وتعبك وبحوثك وسهرك وجهدك بهذا الزمن كلها قيمتها أقل من قيمة الانتماء لميليشيا مصنفة إرهابيا، وإلا كان أنت الوزير مو بلبل. تخيل إحباطك وحزنك وانكسارك بهاي اللحظة، وتخيل شنو نوع فقدان الأمل اللي راح تحس به أنت وطلابك. هاي خطورة هاي الوزارة، خطورتها هو بتحطيم الأمل، والعراقي عايش على الأمل، بلي ما يبقى للعراقي أي شيء يعيش من أجله. خليكم معنا. غصون بلشي تسجيل. هذا موجود على الشوب مالتنا، هذا الكود مالته تقدرون تشترون من عنده ويوصلكم للبيت في اي مكان بالعالم عادي يعني. مج حلو محافظ على كل شيء، هذا الحرارة وكل شيء. واحدة من الطرق الكلاسيكية الفساد هي البيروقراطية. شلون؟ كلش حار هذا، شو خرافي هذا الترمز، والله ماكو شي يحميلك الشاي وظل حار. شوف انا اقول لك حبيبي، بالنظام بيروقراطي يقول لك اللي يقدر يسيطر على مؤسسة معينة مثلا، وزارة مثلا، يخلي قوانين ولوائح تقوم تلزم اللي يتعاملون ويا هاي الوزارة بتنفيذها، وهذا التنفيذ معناه القيام بإجراءات رسمية ويا الوزارة أو الوزارات الثانية وحتى مؤسسات دولية أخرى لاستيفاء هاي اللوائح، وبالإجراءات هاي تحديدا يصير الفساد ودفع الرشوة واستغلال المنصب ومؤسسات الدولة لتحقيق ثروة مالية. تريد أبسطها لك أكثر؟ طبعا ده أحكي أنا معقد. تعال خلي أحكي لك عن قصة بوزارة التجارة وراح تفهمني. سنة 2019 وقعت وزارة التجارة عقد بدون إعلام مناقصة ويا شركة ألمانية اسمها TUV حتى تسوي شيء اسمه COR اللي هو إصدار شركة شهادة تسجيل لأي مصنع يورد بضاعة للعراق، وهو إجراء إداري فقط ما له أي علاقة بفحص البضاعة وجودتها. وهنا الشركة أخذت دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة اللي معتمد العراق بفحص شهادة المنشأ من سنة 1979. هذا الإجراء بيتسع خطوات بيروقراطية، وأيضا هذا المج بي لوجو كلش حلو مال ستار أكس، هم يفيدكم شوفوا الفانز مال برنامج. هذا الإجراء بيتسع خطوات بيروقراطية سخيفة وما لها داعي، هدفها هي أخذ الأموال فقط وتطول مرات أشهر حتى تتم. أي تاجر أو مصنع اللي يدخل بضاعة للعراق لازم تكون عنده شهادة تسجيل، بس هي هاي. بس إيش قد يكلف إصدار هاي الشهادة؟ قبل ما أفوت لك بفقان الفلوس تعال خليني أعرفك على الشركة بالأول والكلاوات اللي صارت بتوقيع العقد، واللي سرمت طه سعيد مدير عام الشركة العامة للمعارض التابعة لوزارة التجارة وقع العقد من كان مديرها. من وقع العقد كان ما يقبل يطلع العقد، والتجار والمصانع اللي تقفص عليهم ما يعرفون بنود العقد ولا قدروا يحصلون عليه. تخيل حتى محمد الشياع السوداني من كان نائب طلب وطالب بالحصول على نسخة من العقد وما انطوه اياه، بس هسه صار رئيس وزراء، يمكن اذا يرجع يطالب بالعقد يمكن راح سرمد ينطيه اياه عادي، ماكو مشكلة. يجوز على أساس يدفع فلوس لشركة هي وهمية أصلاً، وزارة التخطيط طردتها في 1/3 سنة 2020. وزير التخطيط أرسل كتاب رسمي موجود من وزير التخطيط العراقي المحترم إلى وزير التجارة المحترم، هاي الشركة غير عاملة، هي شركة تي يو فيرهن لاند، وتبين وفق تقارير هيئة المنافذ الحدودية، تقارير رسمية على فكرة، وتقرير صادر من وزارة التخطيط أنها شركة مزورة فاسدة. الحقيقة الموضوع لم يمر على مجلس الاتحاد ولم يعرض، وحقيقة ولا يعني أي شخص من أفراد مجلس الاتحاد عنده علم بهذا الموضوع. وزارة التخطيط وبكتاب رسمي طردتها في 1/3/2020. زين أنتوا وزارتين في دولة واحدة، واحدة تطرد وواحدة تهلهل، شنو الموضوع؟ نجم حبيبي أنا أقول لك شنو الموضوع، بس أريدك ترجع وياه سنة 2016. تتذكر صفقة الرز الهندي الفاسد
بزمن وزير التجارة سلمان الجميلي، في وقتها راح الشهيد الصحفي أحمد عبد الصمد للميناء وصور الباخرة والحمولة اللي كانت 40,000 طن. وزارة التجارة في وقتها احتكمت لطرف ثالث لفحص الرز الهندي. منو هذا الطرف الثالث؟ شركة TUV. وطلعت نتائج الفحص أنه الرز مطابق للمواصفات، وأكلوا العراقيين وسووا منه دليمية وتمن أحمر ويا سمك وعادي. على الرغم من أنه لجنة النزاهة بمجلس محافظة البصرة قال أنه هاي النوعية من الرز غير صالح للاستهلاك البشري. فالموضوع بفلوس كثيرة، ومشيني ومشيك. نجي على فقان الفلوس، وراح تسألني مثل كل مرة اللي تشوف الفيديو هذا بالمستقبل، إيش قد فلوس هذا الفحقان؟ خلي نشوف عمار داود سلمان ومثل شركة TUV إيش راح يقول. عمار النشر، دير بالك تشذب عمار، أحذرك وأحذر سرمد همات، غصون فعل جهاز كشف الكذابين، بس تشذب قولي لي. الشركة الموردة اللي هو أنتم، يعني قصدي تسجيل الشركة الموردة بالسنة 500 دولار بالسنة. اللي تقصد شركة TUV تقصد له؟ لما تسجل شركة موردة زين على برنامج التجارة بالسنة 500 دولار. كذاب. لا مو قصدك أكيد عمار، مو قلت لك لا تكذب، هاي غصون ما حد يقدر لها. هذا رئيس قسم الاستيراد بشركة المعارض العراقية اللي وقعت وياك العقد، راح أجيب لك إياها السهمات، هو هم راح يكذبك. إيش قد تأخذ هاي الشركة الألمانية فلوس؟ 3200 شامل لجميع منتجات المصنع والمعمل والموزعين. حلو، هسه طلعت كذاب قدام جمهور البشير شو؟ بس أنا حتى عدي عبد عون حاسبي كذاب. شنو رأيك غصون؟ هم كذاب. هاي تسعيرة يوم واحد بس. وثلاثة آلاف ومئتين بالموقع مال TUV لعمل يوم واحد. إذا العمل أوراق تكلف يومين يعني 6,400، إذا تكلف 10 أيام يعني 32,000 دولار أنا أدفع على حاويتي. خوش فلوس مو سرمد؟ طبعاً هذه 3,200 دولار اليوم عمل واحد، وهي أكثر بالحقيقة، يوصل سعر الإجراءات بحدود 4,000 دولار إذا حسبنا كل تفاصيل العملية بما فيها فلوس الورق مال الوثائق اللي سعره عند الشركة 200 دولار. وحتى تأكدون يا سرمد وعمار وباقي الشلة الفايتين هاي الفوتة أنه أنا أعرفكم ومدى أتهمكم، اسمع كل الزين. هاي ال 500 دولار اللي زامط بها عزيزي عمار هي فقط شهادة تسجيل المصنع أو الشركة، وانتو يعني هاي الشلة تاخذون 70% من هاي ال 500 دولار، تطون الدولة 30%، يعني 150 دولار. بينما الفهقان الكبير والفلوس الفلوس هي هاي اللي راح تجوها التجار نفسهم. حجم المبلغ اللي راح تقوم به TUV جيد، يعني على سبيل المثال هي ب 3200 الحاوية الوحدة، خلنا نعتبر الحاوية هي لشركة وحدة لمادة وحدة، ما نقول متعددة، كل مادة تنفحص بمصنع أو كذا. نعم. أكو حاويات تجي بيها 200 موديل، خلينا نقول موديل واحد. العراقي يدخل 5,000 حاوية باليوم من جميع منافذ الحدودية. 5,000 على 3,200. نجم حبيبي ركز بالحكي، وأنا أحسب لأنه أنت من تتشوش تنفعل، ومن تنفعل تقوم تفشل وشق حلوق، وأنا ما رأيك تنفعل. غصون، عندنا 5,000 حاوية باليوم على 3,200 دولار، إيش قد يطلع المبلغ؟ 16 مليون دولار باليوم، 480 مليون دولار بالشهر، وأكثر شوية من 5,700,000,000 دولار بالسنة. أنا أعرف أن العراق يستورد بضائع ب50 مليار دولار سنوياً بحسب تصريحات رئيس الوزراء، بس هاي الأرقام اللي بهذا الفهقان غريبة بصراحة وصادمة، ولازم هيئات ولجان النزاهة تارس الدولة وأيضاً القضاء العراقي يحققون بها وبهذا العقد همات اللي حد الآن هو عقد سري وما معروفة بنوده. حتى ورا ما أعلنت الشركة العامة المعارض أعلنت عن عدم الاستمرار بهذا العقد، واكتشفت فجأة ورا 3 سنوات من توقيعها أنه العقد يؤثر على الواقع الاقتصادي الأسواق المحلية لأنه يساهم بارتفاع أسعار البضائع، بينما التجار صار لهم سنين يستغيثون بالحكومة ورفعوا دعاوى قضائية على وزارة التجارة، وصل موضوع الرئيس الوزراء في وقتها الكاظمي بحيث ورا أقل من سنة على تاريخ توقيع العقد وتحديداً بشهر آب 2020 جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على أشخاص 2 تابعين للشركة بمنفذ صفوان الحدودي، وبحوزتهم 158 دفتر وصولات مزورة هم تابعة للشركة، وكانوا يريدون يطلعوها للخارج. قلاص حلو، انت تسمع 5 مليار دولار مبيوقة، فيعني اقلها اشتري قلاص حتى يفيدك تحمي بيه شاي من تشوف الارقام تسوي 5 مليار دولار فتصير طيب. خليكم يعني
هلا 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 استاذ اياد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شلونك؟ شلون الصحه؟ هسه تبين احنا استونا ها طبعا بعد ما نشوف شلونك استاذ. حبيبي شلون الصحه؟ شلون استريح؟ مرحبا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شلون الرحله؟ الحمد لله. شلون الفطور؟ والله بخير الحمد لله. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. رمضان عليك وعلى كل المشاهدين ان شاء الله. بالمناسبة هواية حاولوا يسخفون طابق 15. اي طب ما اعرف يعني انا مقدم مثلا على مدى هذه السنوات الطويلة من بالدراما مقدم اشياء زينة واشياء مو زينة واشياء هيك عادية وباهتة، يعني مو كل اللي نقدمه احنا زين. صح. ما حد قال حكي علي اطلاقا. مقدم اشياء كلش عادية ولا واحد جابني بالطاري. بالطابق 15 سبوني وفشروا علي وغلطوا علي. تفاجئت. عجيب يعني شنو هالرد فعل؟ يعني اكو انت كنت تحكي على شهيد يعني ما كنت ما اعرف مو رئيس سياسي ما لا 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 ما في ما له علاقه. انا دا اتحدث عن شاب استشهد وهو عراقي. زين انت شنو تجي تتغلط علي وتفشر وتسب شنو اللي عجيب شنو هالرد فعل؟ شنو هالتلقي؟ اضافه لهذا اكو ناس من المعنيين بالوسط الفني استهجنوا هذه الحلقه. ليش؟ ما اعرف. بدوا يصيدون اخطاء انه والله هذا شلون هو ميت ويدخن. باوع لا لا اكو برنامج اسمه ليله في المقبره كل شيء يسوون بيه. ايش يسوون بيه هذا؟ لا والله شلون هذا ميت ومن دا يمشي يطخ بواحد؟ تصور يعني. أيوة. حتى يسخفون الاشياء. اكو هواي اسئله متداوله عنك وانت ابد ما تجاوب، فاليوم راح نفتح ساحه. توكل؟ يلا توكل. كم هو عمر الفنان اياد راضي؟ انا معروف انا عمري. ايش قد؟ يعني انت مواليدي؟ عمرك بالضبط. عمري ما حاسبه بس اعرف مواليدي. يا مواليدي. انا مره للطرفه. ايه. كنت بالرابع بالخامس ابتدائي. ايه. فالمعلم ده يسالنا ايش قد مواليدك؟ ايش قد مواليدك؟ ايش قد فقلت له اني لا هاي ابتلش اذا اقولها راح انكشف. قلت له انا كنت بالرابع حيل قد مواليدي، بالخامس هسه ما ادري عبالي تتغير يعني المواليد عبالي تتغير كل سنه. بالرابع ايش قد كنت؟ انا مواليد معروفه 22/2 1945. يعني راح يظل هذا السؤال متداول ما راح تجاوبه. هم بالسوشيال ميديا موجود يمكن 4 مواليد عندي فهم يختارون واحد اللي يرهم لي. مشاهدينا شكرا جزيلا، نشوفكم حلقة جاية تصبحوا على خير. شكرا استاذ.